وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، يعني كيف تقيم هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقمة المصرية الكويتية بمناسبة مرور 60 عاما على بدء العلاقات المصرية الكويتية؟ مساء الخير. بكل تأكيد هذه الزيارة في هذا التوقيت بالغة الأهمية من حيث الأهداف ومن حيث مشروع تعميق العلاقات المصرية الكويتية، باعتبار أنها خصوصية بالغة الأهمية في مسار العلاقات المصرية الكويتية. هناك تاريخ مشترك من التضحيات ومواجهة التحديات، والبلدين تربطهم على مستوى القيادتين في البلدين في السنوات السبع الماضية كثير من الزخم والحيوية نحو الانطلاق لأفق أرحب في علاقات مصرية كويتية متكافئة يلعب فيها البلدان كثير من الأدوار والجهود نحو تعميق وتحسين جودة العلاقات المصرية الكويتية على أرفع مستوى، أملا في تحقيق انتصارات بالغة الأهمية لهذه العلاقات على المسار السياسي والاقتصادي والتنموي، وفي نفس الوقت أيضا بحث في أفق أرحب لمزيد من النجاحات في مسار العلاقات المصرية الكويتية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المسار العربي، باعتبار أن البلدين لديهم أدوار بالغة الأهمية في تحقيق انتصارات لتقريب كثير من النجاحات في العمل العربي المشترك بما لديهم من تاريخ وأدوات وحضور في المنطقة، وبما تتمتع به مصر من دور رائد وتوفر حاضنة للعالم العربي نحو لم الشمل العربي. هذه القمة وهذه الاجتماعات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت ثم ولي عهد الكويت يشير إلى أن هناك جهود مصرية مخلصة ودؤوبة نحو توفير استحقاقات النجاح لمسار العلاقات المصرية الكويتية بشكل متكافئ وجيد وإيجابي للغاية، يصب في مصلحة الدولتين والشعبين في هذا التوقيت وفي ظل التحديات تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، بالإضافة شق آخر بالغ الأهمية وهو ضرورة أن يكون هناك بالفعل تحسين المسار في مسار العلاقات العربية في هذه المرحلة، خاصة ونحن نقترب من عقد القمة العربية في نهاية هذا العام في الجزائر، خاصة أن مصر لديها مشروع متكامل لإحداث مقاربات عربية نحو مزيد. يعني هناك تنسيق وتشاور على كافة المستويات أستاذ أشرف، سياسيا واقتصاديا وأيضا علاقات مميزة. العلاقات المصرية الكويتية هي نموذج لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الدولية وأيضا العلاقات العربية. أهم المحطات الخاصة في مسيرة العمل المشترك ما بين مصر والكويت برأيك؟ أعتقد 60 عاما حافت بكثير من التضحيات وكثير من التوافق والتلاقي بين مصر والكويت في كافة المحافل العربية والدولية. البلدين لديهم خصوصية وجذرية معمقة ومتعمقة في مسار العلاقات على المستوى الثنائي. الكويت لعبت دورا كبيرا في توفير استحقاقات الدعم لمصر في حرب أكتوبر، كذلك القاهرة كان لديها دور رائد في الإقليم وفي العالم في حرب تحرير الكويت عام في التسعينات في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن هناك مسار بازغ في توفيق أو التوافق في المسارات السياسية من أجل العمل العربي المشترك ومن أجل الأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط وحتى على المستوى الدولي من خلال الأدوار المتبادلة بين مصر والكويت في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لإحداث نوع من التوافق وأيضا التوازي مع توفير استحقاقات النجاح للعمل العربي المشترك. أعتقد على المستوى الاقتصادي الكويت تحتل مرتبة متميزة في حجم الاستثمارات والنجاحات الاقتصادية والاستثمارية في مصر، ولديها درجة كبيرة من الحضور في سوق الاقتصاد المصري، كثير من الوتيرة المتسارعة نحو تنمية العلاقات على المستوى الاقتصادي في هذا الشأن، بالإضافة لأن الجالية المصرية والحضور المصري وأيضا كافه الكفاءات المصريه تلعب دورا كبيره في تحقيق النهضه والنجاح الاقتصادي والاستثماري في الكويت من خلال خيره العقول والخبرات المصريه في تأكيد هذا الشأن. تأكيد الرئيس السيسي استاذ اشرف الذي دوما الرئيس السيسي في خطاباته وفي زياراته للكويت ولدول الخليج يؤكد على ان امن الخليج هو جزء لا يتجزا من الامن القومي المصري، والتاكيد على هذه الرساله كيف تقراه؟ بكل تأكيد هذه أولوية مطلقة في مسار السياسة الخارجية المصرية واعتبارها أحد الأولويات الرئيسية في دوائر السياسة الخارجية المصرية. التضامن العربي وتحقيق كثير من الانتصار وتوفير الحاضنة المصرية لحواضن عربية بالغة الأهمية في ظل تحديات عديدة هو جزء من النجاح وكفاءة الدور المصري في تعبير الطريق نحو عمل عربي مشترك يوفر كثير من حظوظ النجاح والاستقرار في المنطقة، باعتبار أن هناك تعويل بالغ الأهمية على الأشقاء العرب والشرق الأوسط على الدور المصري، باعتباره دور حيوي بازغ لديه كثير من المقومات والمؤهلات على المستوى السياسي والقوة العسكرية وأيضا الحضور الاقتصادي، وباعتبار أن ما حققته مصر في السنوات السبع الماضية من انتصارات ونجاحات على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وتنمويا لعب دورا كبيرا في توفير
تكبير القلق والنجاح لهذا الدور المصري من حيث الزخم والحيويه والديناميكيه في تشغيل محركات النجاح العربي، وبالتالي هذه الزياره لديها مردودات ايجابيه على المستوى الثنائي. سنجد مزيد من النجاحات سياسيا واقتصاديا وتعميق العلاقات بين البلدين في عديد الاصعده، ثم يكون هناك ايضا توسيع دائره الحركه ومروحة واسعة من التحركات المصرية الكويتية في المرحلة القادمة لتهيئة الأجواء عربيا نحو لم الشمل العربي وتحقيق الانتصارات في مسار العمل العربي في المرحلة القادمة، أملا في توفير الأرضية بالغة الأهمية لتوفير كثير من المنتجات في عمل العربي مع اقتراب عقد القمة العربية في المرحلة القادمة، وباعتبار أن هناك دور كبير من التعاون الكويتي والخليج وحتى الجزائر لجنة تصويت القمة في نهاية هذا العام على الدور المصري في توفير الشمل العربي من ناحيه، وتوفير حظوظ النجاح بكثير من الانطلاقات الايجابيه لمسار عربي يرسم ملامح الحضور المصري والعربي في اقليم الشرق الاوسط ويوفر استحقاقات ومصدرات. وهذا الدور الذي يعني تقوم به مصر دوما في لم الشمل العربي كما ذكرت لضمان نجاح القمه المرتقبه المقبله، القمه العربيه على مستوى الزعماء بالجزائر. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير صحيفه الاهرام.